حلفت ما اسيبه يضيعك، وفيت بوعدي. كل كلمة مكتوبة عندك في الورق ده مظبوطة، دي الصورة، الأصل موجود في الحكومة هنا وهناك. انت عارف مكتوب في الورق ده ايه؟ مش كده وبس، ده غير كمان ان في اتنين غيرك على ذمته. اسمعي يا بنت، انت وهي الحكايه كده شكلها مرسوم وترتيب نسوان ما يخلش على متولي العدو. وما دام الحكايه كده بقى، ايوه قول يا اسم متولي العدو، اظهر بقى كده على حقيقتك، وريها وشك الحقاني. سيبيه كمل تاني. ما كمل ايه بقى انشراح؟ ما هي بانت البنت لعبت لعبتها وخالت عليكي. وما دام كده خلاص، في 60 داهيه وانت اللي جنيتي على روحك. بعد ما سرقتني وخدت اللي انت عايزه، وبالتوكيل اللي عملته لك. بمزاجك يا ماما ومن الاول. لا مش بمزاجي، انا ما اتجوزتكش على انك نصاب وحرامي وعرة الرجاله، وعلى ذمتك اتنين نسوان وسارقهم وهربان من حكم والسجن هناك مستنيك. اخرسي يا حيه يا بنت. ابعد ايدك عنها يا متولي، اكسرها لك. ومين اللي يكسر لك رقبتك؟ كان شراح. انت بتهددني يا بنت. تضربيني يا مره؟ طب فيها موتك. لقيتش بتضرب. ما سبتش ايدك عليها. اضربيني يا حية يا بنت. كتبوا كتابك يا لهوة عيني، يوم الهنا يا حلوة يوم ما تجيني. مبروك يا عزيز. يخليكي ليا يا خالتي. مبروك يا عزيز. تسلمي يا عايدة. مبروك عزيزة. يا خبر، ايه ده؟ معقولة؟ ده كتير قوي. متشكرة قوي قوي يا ملك هاني. برنساس عروسة، برنساس من أسرع الدين مش من العطارين. أيوة يا ولاد، كل الجمال ده كان مستخبي فين؟ مين ليكي يا حبيبتي؟ خلاص يا ولاد، المأذون وصل يا حسام. لسه يا أمي. حبيبتي يا عزيزة، عشت وشفتك عروسة يا بنتي. ربنا يخليها لك يا حسام. بس بقى يا ماما هتخليني أعيط. إيه ده إيه ده؟ أنتوا هتقلبوها غنم ولا إيه؟ يلا يا إخوانا، عايزين زغروطة كده حلوة. Thank you.
المأذون كتب الكتاب والحمد لله والزفة وعملتوها وبقيت الفرع عزومة عاملها ناجي هناك في ابو قير. مش المرة دي معقولة يا عميتو؟ والله جايلك على آخر نفس، لولا الهباب سيف ده عربيته كانت بتتصلح وتأخر عليا. عامل معاكي ايه؟ سيبك منه. مهم انت طمنيني عليكي، كشفتي على صدرك؟ عادتش تفرق بقى تاني. قوليلي قبل الزيارة ما تخلص ناجي بيتصل ولا لا؟ طبعا ناجي اتصل وقلت له ان انت كنت تعبانة الشهر اللي فات. بلاش تكدبي تاني. ناجي اتصل، أنا ما بكدبش. ناجي ولا اتصل ولا هيتصل. ناجي خلاص ما عادش جاي مصر. يوه، أنتِ غاوية تضايقي روحك، اللي يجي يجي واللي ما يجيش هو حر. هونيها على نفسك بقى، وهونيها علينا إحنا كمان. فاتت سنة والباقي هيفوت هوا. معلش سامحيني. هونيها على نفسك يا أنوش، عايزين نرجع لأيامنا الحلوة. انت عارفه الحمد لله المطعم دلوقتي ابتدى يشتغل كويس قوي، والمطعم التاني كمان. التاني؟ ما انا فتحت مطعم تاني. نسيت اقولك، حطلك بقى في حته صوره كبيره قد كده بالالوان، ولسه بقى هعمل له اعلان كده اهو. ان شاء الله لما تخرجي هتسمعي اخبار كتيره حلوه قوي وتفرحك. انت عارفه انا بفكر ان انا اعمل دور تاني كمان. زياره خالص. وهي الزيارة خلصت أنوش، هنكمل المرة الجاية. مفتكرش تاني. أنيس أنيس أنيس، قوم يا حبيبي بقى، معادك في المينا الساعة 12 دلوقتي. حاضر يا عزيزة. صباح الفل. ايه ده؟ استنى استنى استنى، ايه في ايه؟ انت شايلة طن غسيل يا عزيزة. طن ايه يا راجل؟ ده طن برضه، حرام عليك. انت مش متفقة مع أم حسني تجيلك يوم في الأسبوع؟ طب اعمل ايه بس؟ ام حسني تعبانه وما جاتش، اسيب بقى هدوم حبيبي كده مش نضيفه؟ بقول لك ايه؟ لما بطلتيش شغل في البيت والله يبقى شايل كده بلع السرير. انت كنتي يا انيس كده تصحي لي عكل؟ بقول لك ايه؟ انا متفق مع عكل هصحيه كمان نص ساعه. لا، عكل كان نايم، صحي من شقاوه ابوه. هو ابوه اتشقى ولا عمل حاجه؟ انا صحيح. قولي لي، انت متاكده ان عكل يعني ما يطلعش نعسه ولا ام الخير؟ والله الله اعلم، بس انا حاسه كده، حاسه انه هيطلع عوكل وهيطلع وحش زي ابوه. وحش زي ابوه؟ لا، انا مش عايزه شبه ابوه، انا عايزه شبه امه. دانه مقطقطه كده وعينيه ملونه شعره ناعم. ايوه انت عليك كده. الولد يسمع الكلام ده خد بالك، لحسن عوكل بيغير على امه قوي. لا، لو عوكل ده هيجي ينافس ابوه خليه جوه احسن. يا عزيزه في ايه؟ يا انيس في ايه؟ يا عزيزة مفيش. اوعى يكون هيحصل دلوقتي. لا مش معقول، ده لسه بدري. بس بقول لك ايه، احنا عايزين نرتب حاجتنا برضو ونروح العطارين عشان اولد هناك عند ماما زي ما اتفقنا. انت كده قلقتيني قوي. لا يا حبيبي ما تقلقش، مش رايح شغل النهارده. الله، ده انت بتتلكك بقى. خلاص احنا نطلع العطارين، اوصلك هناك واطلع على المينا بعد كده. مستعجل قوي على عوكل يا بابا. انا مستعجل على عوكل وبموت في المعاقل. ولا يا جدع، خد لك دقنك. طيب ايوه يا مستر، في ايه؟ فين حد القطر؟ الراجل ده بيولول ليه؟ في حد مات؟ انا عارف ماله. ست عزيزه، ست عزيزه بتولد. عزيزه بتولد والدايه محتاسه. شوف لي نمره انيس في المينا. اجيب بس النمره منين دلوقتي؟ اروح لنا يا مستر. تروح له ايه؟ احنا في انيس ولا في اللي بتولد؟ الست محتاسه قلت لك،
ومش لاقي هموم عشان اخد راي. مالك هانم؟ قالت لي مالك جوزها. وعقيني يا مينا عايزه تموت مننا وانتي مش عارفه تعمل حاجه. منها يا رب. ايه انت كل زياره ترجع منها متضايقه كده؟ اسف نسيت، المفروض ما اتكلمش مع الهانم في شؤونها الخاصه لان ده عيب. سيف انا عايزه اروح العطارين. ايه اللي سمعته؟ ايه عايزه تروحي بيت ابوكي؟ ما قلتش عايزه اروح بيت ابويا، قلت عايزه اروح، عايزه يا سيدي افوت على العطارين. ها ايوه بس انا لازم اروح المينا لان انا راجل موظف مسؤول دلوقتي وفي 1000 ورقه مستنيه. بقول لك ايه دماغي خلاص، اسيب الشغل وافضى انا بقى للمشاوير دي. طب ممكن افهم بس اشمعنى العطارين دلوقتي؟ حبكت يعني؟ مش عارف مش عارفة. أول مرة ليك مش عارفة حاجة. إيه يا تهاني؟ مالك؟ سيف أنا تعبانة تعبانة. يلا خش يلا يلا يا حبيبتي ساعديها يلا تعملي حاجة. أيوه ساعديها يا حبيبتي يلا تعملي حاجة. قولي يا رب قولي يا رب ساعدي عيالك يا رب. أنت بتعمل إيه؟ يلا شيل عليك بس شل عليك يا عزيز. شل عليك يا حبيبي شل عليك يا عزيز. شل عليك يا رب جد. ايوه يا رب يا حبيبي يا رب يا رب يا رب. ما عندك تليفون عيادة الرمل ما كلمتنيش ليه يا عم زاد؟ طب بينا نلحق الدكتورة صابرين قبل ما تهمل عيادتها. يلا 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 بالله عزيز بتولد يا معلم. يا استاذ انيس خلاص مدام حاطط الراجل في جيبه زي ما كان عامل مع حشاد بيه محدش هيقدر يكلمه وتنحرق بضايع المينا كلها كده. طب اعمل محضر بقى واكتب فين الحموله هتفسد علشان البي لسه ما امرش بتسليم العينات للصحه مدام توقيعه الكريم لسه مش هيتم الا بمزاجه. يا انيس ايه الهليله اللي انت عاملها دي؟ يعني ما انتش عارف الهليله دي ليه؟ سعادتك الورق ده كان لازم تمضي امبارح وحضرتك قلت لا والبضاعه مرميه على الرصيف والتلاجات ما فيهاش مكان. كنت في السجن يا حبيبي بعمل عمل انساني بزور واحده قريبتكم المفروض تزوروها انتوا مش انا. ده انسان دنيء وعقير. مش كده يا استاذ انيس؟ عزيزه بتولد وتعبانه. لا لا مش نازله مش قادره انزلها. مالك يا ضنايا؟ افتح لك الشباك. ايوه افتحيه افتحيه بسرعه. مش قادره مش قادره. عزيزه ولدي ده صبح؟ الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب والجنون ينتهي بقى يا انيس. الف مبروك يا انيس. الف مبروك. الف مبروك يا جماعه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هو سمع بتولد وتعبانه وخدها جري بعد ما كان هينسى نفسه ويقل ادب وربيه. ايه مالك ساهمت كده ليه؟ سيف اتصل بالسيسي في العطارين. ليه اتصل بس؟ عايزه اطمن على العزيزه. الله ده انت في حد بقى كان مبلغك انها بتولد؟ يا اخي ما حدش كان مبلغني ولا حاجه بس اتصل. امال كنت عايزه تروحي العطارين ليه؟ يوه انت هتعمل تحقيق وياه يا سيف. قوم اتصل. الله ايه الحنيه دي كلها؟ اشمعنى؟ شش ولا كلمه انا هتصل. الو اهلا 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 ست الكل تأمري. لا ولدت بسلامه والحته كلها زايطه. تحب انده لك حد من البيت؟ لا ما تبلغش حد يا اخي اني اتصلت ما حدش يعرف خالص. يوه الشغل هنتكلم فيه بعدين يا اخي. عندك سيف بتفق معاه؟ لا هنا في المطعم. خلاص خد سيف كلمه امسك. ايوه سيسي. شبهك يا انيس. لا او مش وحش يبقى اكيد شبه امه. طب لو شبه امه يبقى امه تسميه؟
سميه يا ستي مستر جاد. ايه؟ عم جاد يستاهل. انت جميله قوي يا عزيزه، جميله في كل حاجه. ايه ده؟ في ايه؟ مخك ضرب؟ بتضحك لوحدك كده ليه؟ الله، وعينيك دمعت وحالتك حاله، في ايه؟ اصل انا قاعد دلوقتي فكرت، قلت يا واد يا سيف بقى ربنا ما يرزقكش بحته عيل كده تفرح بيه زي انيس، وفي الاخر افتكرت ان انا في غيبوبه، قلت الله هتخلف ازاي وانت اتجوزت تاني؟ بايخ حقيقي بايخه. صدقت تاني نفسي اروح محطه الرمل واقف اخطب في الناس. هتخطب تقول ايه بقى يا سيسيف؟ يا اهالي اسكندريه الكرام، يا شعب اسكندريه الكريم، يرضيكوا واحد متجوز بقاله سنه يا عالم ما قربش من مراته ولا مراته قربت منه، لا شافها ولا شافته، عايش عازب ارمل. خلصت الخطبه دمها خفيف بس ملهاش لزوم. ماشي تاني. انا عايز افهم حاجه، هو انت يعني بجد مصدق ان انا كنت هتجوزك؟ ايه يا ابني هنعيده تاني؟ ليه يا تهاني؟ انا فيا ايه؟ بتعملي كده ليه؟ انت ايوه عايز سبب واحد ودلوقتي. عشان شبهه. شبه مين؟ متولي. انا؟ ايوه نفس اللي في دماغك، هو كان نفس اللي في دماغه، عشان كده انا مش ممكن اخليك تتحكم في اي شيء ابدا. انا مش فاهم انت بتحكمي عليها بالسرعه دي ازاي يا حبيبي. ما انت لو ما كنتش كده كان زمانك طلبت الطلاق. تحب اطلقك؟ تحب نتطلق دلوقتي يا سيف؟ الشر بره وبعيد يا ضنايا. يا انت حشريه كده ليه يا وليه؟ غوري. ها رد عليا. نعم. تحب نتطلق؟ لا. اخر كلام؟ ايوه تاني عشان بحبك كده اهو. لا وعشان انت محتاجه لي وانت عارفه. كنت ناسي يا هنجبني فيه. شوفي لي مين يا مساعد. بقول لك ايه، ما نبقاش نفتح المواضيع دي تاني. ماشي يا طمراني يا ست هان. انت جيت تاني يا دمراني؟ باقي على عشرة استهاني. طب اسمعي بس للدمراني الاول يا استهاني، وبعد كده ما عجبكيش الكلام ابقي اضربيه بالجزمة. مين دي؟ مين دي يا دمران؟ اللي مناها تشوف ست الامارات من زمان، مرات المنيل ده. يا نهار يا نهار يا بت يا بت، ما تتكلميش الا لما الست الهانم تؤمر. هو انت بقى بتاعه كفر الزيات؟ خدمتك بياض. اهلا اهلا. تعالي معايا انت والراجل ده ورايا. مش كنا خلصنا منه؟ اسمك بياض؟ ولولا معزتك عند الدمراني انا ما كنتش وافقت انه يعمل في روحه كده ويجي يترجاكي. طب وليه؟ طالما عنده الشغل لازمته ايه؟ اذا كان على الشغل. اسكت انت يا دمراني. اجيب من الاخر يا ست؟ هاتي. البه اللي قاعد بره ده هو اللي مش عايزه، وهو اللي قلب في القديم وقال لك انه كان متفق مع متولي ومعاكي في ذات نفس الوقت. وده اللي حصل يا شاطره. لا ما حصلش يا استاذ سيف. روح كمل اكلك وتقعدي تسمعي دول. يا مساعد حضري الحلو للبيت، عايز يحلي. دمراني. يوم دمراني. اي حد بيفكرني باي حاجه فاتت بكره، حتى انت. وسيسيف مش برضو هو اللي جاب لك ورق متولي من الخليج؟ انت عايز ايه بنت بالظبط؟ شوفي بقى يا استهان، اني لا كنت معاكو ولا اتعاملت مع حد فيكو قبل كده، لكن عايزه اقول لك حاجه، اذا كانت ست انشراح راحت في جراير كلب فانت معاكي مصيبه اكبر منه اللي بره ده. ايه ده؟ ايه البجاحه دي يا دمراني؟ ستي ست الستات تاج راسي. وحشتني بصراحه ست الستات. البنت بياض دي ما بتخافش الا من ربنا، بنت راجل ماده، وعشان كده انا باقي عليها.
بحبها واستاهل اصلها عزيزه عليا قوي. وعشان كده دمراني باقي عليكي زي ما كان باقي على ست انشراح وخايف على مالها. واقول لك على حاجه كمان، انا لا بشتغل في بيوت ولا حد يقدر يطلبها مني، لكن عشان خاطر عينك انت انا مستعد اقعد معاكي هنا، عشان اللي بره ده محتاج عيون كتير قوي مفتحاله مش بس الدمراني. اي دمراني توافق انها تشتغل مع ام سعد؟ والله والله عشان خاطرك انت بس استهلي. وانت بقى مدام حلوه وصغيره ومفتحه كده، وفاتي تتجوزي واحد زي ده ليه؟ اسمتي بقى يا ست واخرة صبري. دمراني طيب وابن حلال أصيلة يا بنت. جربت اتجوز الشاب العايق بيعني هدومي وكنت هجيب اجله، عشان كده انا اتقهرت قوي على ست انشراح. دمراني انزل المطعم تحت وخلي بياض معايا. صابرين جاي تبارك في اسبوع الولد اللي زمطته عنديكم من اسبوع. تبارك. ازيك يا دكتوره؟ ده ابنها مش كده ولا ايه؟ طبعا يا عزيزه زي ابني. ابنك بعدين يا دكتوره صابرين لما نتجوز ويبقى ولده سموم. الف 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 مبروك. ايه الخبر الجميل ده؟ الله يبارك فيك. اسيبكم انا بقى في وسط الحريم دي. فين انيس؟ موجود يا دكتور. اكسكيوز مي، موجود في القهوه يا دكتور، وبعد ناخد حلاوه السبوع في القهوه. طيب اسهل من عينيا الاثنين. حلاوة السبوع للدكتورة الأول. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتها، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في صمتي من أرضنا ولا الأرض العربية. يعني خلاص خلاص إيه؟ يعني هنحارب السنة دي زي السنة ما بيقول. انت بتصدق الكلام ده يا جاب؟ وما يصدقش ليه يا عم جندس؟ في 68 قلنا قربنا، والسنين بتمر ومفيش حاجه بتحصل يا انيس. ايوه بس في الفتره دي اتغير حاجات كتير قوي يا استاذ جاب. انا شايف ان مفيش اي حاجه اتغيرت والوضع زي ما هو. ليه يا عم القط؟ ما الجيش المصري اتعاد بناه من جديد، والجيش المصري من 67 لحد دلوقتي ردت فيه الروح ورد فينا الروح. ايوه صح يا ولد، ايوه صح. معركة راس العيش يا جرجس وغيرها، ايه نسيت؟ وحرب المدفعية والجزيرة الخضراء وإيلات وحائط الصواريخ اللي خلى إسرائيل تطلب وقف إطلاق النار بعد إيديهم ما كانت طالت. أيوة صح، عندكم حق يا ولاد، فكرتونا والله. ساعتها بقى مصر هي اللي رفضت وقف إطلاق النار لحد ما عبد الناصر يطمن من استكمال حائط الصواريخ. ولا نسيت دي كمان يا عم جرجس؟ لا ما نسيتش يا نيس، بس مش عارف ليه أنا مش مصدق إن إحنا هنحارب السنة دي. بس أنا بقى يا عم جرجس مصدق ان الجيش المصري يقدر ياخد فرصه جديده. اكسكوز مي يا بواب، حلاوه السبوع انا ليه نصها؟ اه من اولها كده. ها اباي صاعد السبوع النهارده يا انيس. تصور يا جرجس يا اخويا، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش انيس وعزيزه سموا المولود الجديد ايه. والله يا استاذ جاد احنا احترنا بس قلنا نسميه جاد. سميتوه جاد على اسمي اهو، مستر جاد الصغير. انا خلاص عايز نفوق، عايز دماغي تروق بقى. وانت اتجننت؟ انت عايز تضيع نفسك يا جدع؟ تتحرق الدنيا باللي فيها، انا خلاص مش عايزها. طب نفهم السبب ايه بس؟ من غير ما تفهم يا سيسي خلاص.
يا اخي اعتبرها ما اتجوزتهاش من اصل، اعتبر انها شريكه عاديه في الشركه، اعتبرها مشيت. مشيت؟ مشيت في ده كل حاجه في ايديها. لا تراخيص بتطلع ولا سلفيه من بنك بتمشي ولا حاطين لنا منفس الا ومناخيرها فيه. يا راجل تروح منها فين؟ تروح منها؟ ده حتى معارفها ومعارف عمتها كلهم بيتمنوا منها اشاره. انتوا السبب، انتوا السبب. احنا برضو السبب يا سفسوف. ايوه حجاج، اني قبل كده كنت بمشي كل حاجه بدماغي من ايام حشاد وقبل حشاد كمان. دلوقتي كل حاجه اتلخبطت في ايدي، ما انا مش عارف اعمل حاجه، وخصوصا المصيبه اللي طلعت في المينا. الواد صبح ابن خالتها وانيس جوز اختها، من يوم ما ترقيت وهم واقفين لي على السقطه واللقطه، عاملين لي شوشره. اذا كان على صبح وانيس ده يتربى، وانا اللي نفسي اربيهم بس هنا في الحته. الواد عصعوص ورجالتي في الوكاله التانيه جاهزين على اشاره. انما بقى ست الحسن والجمال كيلوباترا، الاميره الكونتيسه ما نقدرش على زعلها. ها ولا بقول لك يالا، قوم بينا انا وانت نروح، وانا هخليها لك في الامبيانس، هروقها لك واخليها تحن. لا حسابها، روح انتوا. نروح احنا؟ انا لو رحنا من غيرك اقطع ذراعي ده وامشي من غير رجلين، ان راس الكرومبا اللي قاعد قدامك ده هيتفق معاها عليك فوق. يالا يا جدع اهبل، يا جدع يا جدع اهبل، ما تكبرهاش في دماغه، ده اهبل وبيصدق. ماني خلاص بقيت لعبتكم انتوا الاثنين. والله عال بقى اني اللي بلعب الخلق على صوابعي، يحصل لي ده كله مع تهاني وابقى مسخرتكم؟ ما عندك اهو، اهو اخوك حجاج اختها عزيزه قطبت ويست، ومع ذلك ولا همه. يا جدع انت اجمد امار، وقوم بينا نشوف شغلنا، احنا لينا في ذمتها 20,000 اهيف مصروفين على المحل الشهر اللي فات. دخل منهم 3 بواكب شافيين في جيبك يا جميل. ده غير الحساب الاصلي يا كروزيا. كروزيا؟ كان مكتوب لي ده كله فين؟ انا هلاقيها منها ولا منكو؟ يا عم احمد ربنا بقى، دي ارحم من انشراح، غيرك ضعف شربة ميه. ازاي لسه مصدقه وعايزه تروحي شقتك يا عزيز؟ عزيز عزيز. ايوه يا ماما. مالك؟ ابدا مفيش، اصلي افتكرت تهاني. تهاني؟ انا عايزه اشيل صورها كلها اللي في البيت هنا. ليه بس كده يا ماما؟ انت لسه جايه تسالي دلوقتي يا عزيزه؟ يا ماما ان شاء الله تهاني هترجع، وحتى لو ما رجعتش هتفضل بنتي. بنتي؟ عارفه يا ماما، انا حاسه انها مسكينه قوي قوي دلوقتي. واذا كانت هي مش حاسه بكده ايه قولك بقى؟ ما افتكرش يا ماما. انا متاكده هي مبسوطه باللي هي فيه ده، وبعدين مش بتفكر فيك ولا فيا لحظه واحده يا عزيزه. بساعتها مسكينه اكتر واكتر. اوه انا مش فاهمه ايه فتح الموضوع ده تاني، امر غريب. ده ست تهاني بتسال عليك من الصبح. طب وسع ربنا ياخدك. البيت بتاع المينا عندها جوه. ده انت شرفتنا النهارده ونورتنا. هنشوفك تاني طبعا يا ضياس تي في. مع الف سلامه. اهلا سعاده الباشا. تيجي لي المكتب بكره اول ما توصل بينا يا سيف، فهمني الموضوع بالظبط. امرك يا باشا. ربنا ما يحرمنا من عطفك وكرمك يا باشا. اتفضل اتفضل يا باشا. يا اهلا بيك. نورت. أقعد. اتفضل.
دياستي قال لك ايه بقى؟ قبل اي حاجه فلوس الدياستي توصل له، وبعد كده افهم بقى انتوا عايزين ايه. طب انت قلت له ايه؟ الله، انا لا قلت ولا عدت، انتوا فهموا اللي انتوا عايزين. ما هو البيج زوجتك هو استاذ صبحي واقفل لنا في المينا. ترى ايه يا سيف، بلاش لت وعد، خلينا في المفيد. يا عيني، هو ده الخلاصه، بهريز الكلام. ايه في ايه؟ مالك ماسك الحسابات دي وخيلتني؟ هو عايزين يتحاسبوا. تتحاسبوا؟ نعم، اصل البي ماسك لي ورق الحسابات وخيالني. عايزين تتحاسبوا نتحاسب، بس يعني لا مؤاخذه بقى، لو اتحاسبنا مش هيبقى في مصلحتكم. شوفوا وصل لكم كام في بحر سنه ما شاء الله، مش كده ولا ايه يا حجاج؟ ها الحق طبعا، انا اقطع دراعي، الكلام ده ما يخرش الميه. كويس انك عارف. سيسي، عايزاك تنزل مع سيف مصر، عايزين نعمل اعلانات في التلفزيون اللي هي عشان خاطر المطعم الجديد. ايوه بس انت عارفه الاعلانات في التلفزيون دلوقتي بقت بكام؟ بقت غاليه قوي. يوه، برا ايه يا سيف؟ البركه في المعلمين. نعم. ايه طرشت تاني؟ لا مش طرشت، هو قصدي يعرف يعني الموضوع ده بره الحساب. بره اني حساب؟ لا انا بقول بقى نتحاسب. لا مؤاخذه كده، فاكرين الشهر اللي فات عملكوا 29 عزومة عشان امشيلكوا الشغل بتاعكوا، والشهر اللي قبليه كمان 19؟ انا قصدي اقول لحضرتك انا رقبتي سداده. تعجبني. سيف، وصلنا على اكله حلوه كده ناكلها مع الهانم. سيف، احسن حاجه في المطبخ حضروها، بس ما تعملوش حسابي، اصلي تعبانه شويه. عن اذنكم. تعبانه؟ يا خبر، سلامتك الف سلامه. اجيب لك شنطه بيوتك. سيف روح انت معاها، احنا مش غرب. لا يا سيف، خليك انت. يا بنت يا بياض، يا بنت انا خدت منها الاذن، يلا بينا نروح يا بنت. مش قبل ما تطلع واطمن عليها، استناني انت تحت وهمك. وش عرفك انها هتطلع دلوقتي؟ ايش عرفك؟ ده العصابه كلها لسه واصله ومية المية هيقعدوا معاها، وهي عيله صغيره عشان تقول اطمن عليها يا بنت الناس. اسكتي انت يا ولي، اسكتي انت، مش فاهمه حاجه ولا حاسه بحاجه، هتموت ناقصه عمر. الشر بره وبعيد، ليه بتقولي كده؟ لا الراجل اللي معاها ده راجل، ولا العيشه اللي عايشاها دي عيشه، ولا حد في الدنيا دي كلها قلبه عليها. حاجه تغم وطنت. لا انت زودتيها قوي يا بياض، كده بزياده يا بنت. بقول لك ايه، انت تسكت خالص ما تتكلمش. هو انت فاهم حاجه؟ هو انت حاسس بحاجه؟ انت راجل نايم على ودانك. داني متهيألي اخدها ونهج من البلد دي. ايه ده ايه ده؟ مين دي بقى يا بياض اللي عايزه تاخديها وتهجي من البلد دي؟ انت يا ست تهاني. انا؟ يا نهار يا نهار، بنت يا بياض، عشتك ظلومه يا خيبي. انت اتهبلت يا بنت؟ فيه واحده بالجمال دي والمخ دي والقرش بيجري في ايدها وتعيش كده؟ خلاص بقى يا بياض. شفتي؟ شفتي؟ مش قلتلك؟ لا، ما هو انت يا ست تهاني لو عايزاني اقفل بقي يبقى قعدي هنا ملهوش لازمه، امشي احسن. يا ريت يا ريت تمشي من هنا، يا ريت تغوري من هنا. وسماح، سماح يا ست الكل. ده مراني. اسكت انت. وانت يا بياض مش هتمشي، بس كمان ما تدوشيش دماغي. ها العشاء جاهز يا ست الكل. انا مش عايزه اتعشى. خد مراتك وتعشى وبعد كده روح، وانت نامي يا مساعد. يلا تصبحي على خير. عيني عليكي يا شاب. آه هنا. وبعدين ده بعد ده كله هتوصلي لإيه؟ إيه اللي جواكي انطفى؟ عزيزة تهاني، تهاني عزيزة. Thank you.
اوعى. صباح الفل يا عايده. صباح الخير. اوعى رجلك. اوعى اوعى. صباح الفل يا جمعة. يا صباح الفل، يا صباح النور، يا صباح السعد كله. اي ام فيري هابي. اي والله كده. معقوله يا عزيزه تنزلي دلوقتي؟ الله ما انزلش ليه؟ الاستاذ جاد قاعد مع تيت، انا اقعد اعمل ايه بقى؟ بس الاستاذ جاد الاصلي واقف مكان 10 على 10 ومش محتاجينك بقى. يا سلام، كده برضو وانتوا تستغنوا عني؟ هو احنا نقدر نستغنى عنك؟ ربنا يخليك. طمنيني بس، اخبار المحل ايه؟ امسك الخشب. الحمد لله، البركه فيكي وفي الاستاذ جاد. انت بتعيط جاد؟ سموه المولود على اسمي، سموه جاد يا ملك هانم. وده زعلك جاد؟ دول بيحبونا، بيحبونا جاد، وعاوزين الذكرى في وسطه. شفتي؟ شيء غالي، اغلى من فيلا في المعموره، واغلى من نسب البرنسات يا ملك هانم. جاد، انت عارف ان طول عمرنا بنتمنى يبقى لنا ولد. بقى لنا يا ملك هانم. ملك اتخضيت جاد؟ ملك هانم شباب على طول. جاد لازم نعيش عشان اربي جد صغير معاهم واشوفه لما يكبر يشبه البرنس. الكلام ده مش هيتم الا على جدتي يا استاذ سيف. انت بتقول ايه يا جدعان؟ اللي سمعته يا سيف، الحكايه دي تمت ايام حشاد، لط عربيات من غير مزاد حقيقي، انما المره دي بقى لا. انت ظاهر عليك اتجننت. جبت الكلام ده منين؟ من الورق ده يا سيف، الورق اللي لسه مامضي ودخل مكتبي غلط. فراج انت اللي فيومي. الفيومي ملوش دعوه، بس رئيس المينا له. اللي ماضي رفعت الدياستي، المدير العام مش رئيس المينا. انيس حط الورق ده واخرج من هنا قبل ما تورط نفسك في حاجه انت مش قدها. لو انا حاسبها كده من الاول يا سيف كنت سبت الورق يمر. انت بتحاول التحقيق انت والبيه ده، لان اللي عملته ده جريمه. طب وليه؟ لسه هنخش في تحقيق ورئيس المينا؟ انا بقول نجيبها من الاخر. قصدك ايه يا انيس؟ قصدي لو انا دخلت بالورق ده الرئيس المينا يا سيف اللي انت دايما بتقول انه في جيبك الصغير، مش هتخرج من عنده الا عن النيابه العامه. وما دام بقى كده ولا كده رايحين في داهيه، يبقى خلاص هات الورق ده يا انيس. لا يا صبحي، الورق ده جه مكتبي انا، وانا اللي هروح له. بقول لك ايه؟ الحقه قبل ما يضيع عشان مصلحته. ده لسه مخلف جديد وعنده عيله. عارف لو هيضيع يا سيف ولا هيمسوا حاجه منكم هيكون بعمرك انت واللي وراك، هقتلكم. انت بتهددني يا استاذ؟ ايه الكلام ده؟ حضرتك تقصد ورق العربيات اللي اتباع في مزاد وهمي ولا المذكره بتاعتي؟ المذكره بتتكلم عن حاجات كتير، ومع ذلك الحاجات دي مش جديده وممكن تستمر الا اذا لو حضرتك حبيت تتدخل يعني. فوق لكلامك كويس. ما اقصدش حضرتك، اصل الحاجات دي مستمره من زمان قبل ما حضرتك تيجي المينا، زي جرائم كتير حصلت قبل كده. جرائم؟ ايوه يا فندم جرائم. تحب تراجع نفسك قبل ما افتح تحقيق؟ انا جيت لحضرتك عشان نفتح تحقيق.